أفضل نادي في القرن العشرين، النادي الأهلي المصري في القارة الأفريقية. النادي الأهلي يعني أحد الرموز الوطنية المهمة في الدولة المصرية. يعني لما نيجي نتكلم على أنت عندك في حاجات كده من الرموز الأساسية للدولة، الأهلي هو الرمز الأساسي للرياضة المصرية. وده لا يعني أنه هو أنه يعني هو دونه، لا بالعكس، احنا دايما عايزين أكتر من رمز، وعايزين أكتر من نادي، وعايزين أكتر من، لأنه كل ما كان المناخ قوي كل ما كان المنافسة قوية، والبطولات بتبقى لها معنى، والملعب بيبقى له معنى، وكل حاجة. الحقيقة الأهلي من الأندية الكبيرة المصرية، ومحدش يقدر ينكر أن هو النادي الشعبي رقم واحد في مصر وفي العالم العربي وفي أفريقيا. ما فيش نادي بيتمتع بهذه الشعبية قد النادي الأهلي. النادي الأهلي هتلاقي له مشجعين في السعودية، هتلاقي له مشجعين في الجزائر، هتلاقي له مشجعين في ليبيا، في الدول العربية كلها النادي الأهلي هو ناديهم المفضل، بالإضافة إلى أنه هو رقم واحد في مصر. وبالتالي هو فعلا نادي، ولما جه اتقال أنه نادي القرن ما كانش مجرد أن ده لقب حد بيدهوله، لكن ده بيبقى بناء على معايير ومعايير وبطولات وأرقام، والجان علمية قاعدة بتفسر الأرقام دي وبتقول أنه هو رقم واحد في إيه ورقم واحد في إيه ورقم واحد في إيه. وبالتالي اتضح أنه هو النادي الأعلى في الأشياء كثيرة جدا، فحصل على رقم لقب نادي القرن اللي هو يستحقه. أنا أعتقد أنه كان لقب مستحق للنادي الأهلي بكل الإنجازات وكل البطولات اللي قدر النادي الأهلي يحققها. يمكن أنا واحد من الناس اللي أنا أبويا الله يرحمه كان بيعشق النادي الأهلي، فربانا من صغرنا أن احنا نحب النادي الأهلي بقيمه وبمبادئه وبالبطولات اللي بياخدها والاستحق عليها انه ياخد لقب نادي القرن. بهني مجلس اداره النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره بالكامل، بهني الجمهور العظيم اللي الحقيقه هو سبب كل بطولات حققها النادي الاهلي، لانه في النهايه اي ابداع في الملعب بيعمله اللعيبه وعملته الاجيال المتتاليه من أعظم اللعيبة اللي لعبت في النادي الأهلي ما كانش ممكن يكتمل إلا بحضور الجمهور العظيم اللي نفسنا أنه يرجع من جديد في كل البطولات وينور تاني المدرجات بعد إن شاء الله بإذن الله ربنا يخلصنا ويخلص العالم كله من وباء كورونا إن شاء الله. أنا كمصري سعيد أنه الأهلي عمل هذا الإنجاز. الأهلي لما بيلعب وبيحقق بطولة برا مصر ده شيء بيحسب لمصر، فإن حتى لو أنا زملكاوي ببعز فريق الزمالك، لكن طالما الزمالك ما بيلعبش فبالنسبة لي الأهلي هو اللي أنا بشجعه، الأهلي أو المقاولين أو بيراميدز أو أي فريق أو الإسماعيلي، طالما أنه بيفوز وبيحصل لقب هذا شيء مهم ويعني يضيف للنادي الأهلي الكثير إلى رصيده اللي هو كبير أساسا. النادي الأهلي هو ده الأساس، الكيان الكبير، المؤسسة العريقة اللي عملت نموذج مهم جدا لدرجة الناس بيقولوا ان هي والزمالك اكبر حزبين جماهيريين في العالم العربي كله مش في مصر بس. فده شيء مهم جدا، الاهلي المنظومة الكاملة اللي فيها الرياضة والثقافة والنادي الاجتماعي والاعضاء وحاجات كتيرة جدا. وفي جزء تاني وهو البطولات الرياضية لفريق كرة القدم بالنادي الاهلي، وهو يعني هناك اكثر من فريق في مصر خدوا بطولات، طبعا الاهلي هو في المقدمة. اظن انه تحقيق هذه البطولات يرجع إلى منظومة إدارية جيدة وتطبق معايير شبه واضحة على الجميع، أحيانا تبقى قوية أحيانا تضعف، لكن في النهاية هناك منظومة جيدة في النادي الأهلي. أفضل نادي